That's me! Hiding behind your gun. Ah, you're talking too much. Marcello! Yeah. Diamond in history. 5 million waiting for us in Cairo. What do you think? Huh? It's a deal. But don't forget that I am the boss. Oh, no. Oh, yeah! المعلومات اللي جات لنا بتقول ان المهراجة شاندر جوبت جاي زيارة للقاهرة ومعاه الماظة يقدر ثمنها بحوالي 5 مليون جنيه استرليني. أنا بصفتي مندوب الأنتربول وصل إلى علمنا إن أخطر مجرم في العالم إكس جاي القاهرة يسرق الألماظة. مستر هنفري، تفتكر إن إكس ممكن يسرق الألماظة بسهولة؟ إكس ممكن يعمل المستحيل. مس ريتا زميلة في الأنتربول، سبيشاليست، يعني متخصصة في دراسة إكس، واخدة دكتوراه من جامعة هارفارد في إكس من الطفولة إلى الإجرام.
دلوقتي حنشوف اكس ممكن يعمل ايه. اكس مش بيموت بالرصاص بس، عنده كذا طريقة للموت. شوفوا هنموت الست دي ازاي. البوسة دي اسمها kiss of death، يعني بوسة الموت. ده خطير جدا. انتوا لسه ما شفتوش حاجة. شوفوا دي احدث طريقة بيعملها اكس للموت، to kill somebody. جينو، I told you before to keep out of my tracks. You're reasonable, X. Ah, you think you are a big shot or something? Eh? What do you think? Ah, Gino, you forgot that my financial state began with stick-em-up boys? Eh? Gino, drop dead. جنتلمان، ايه رايكم بقى في المستر اكس؟ انا رايي ان اكس ده اسطوره. اطمن يا مستر همفري، انا مكلف بتعاقب اكس وعصابته والقبض عليهم بالتعاون معاكم. اشكرك سيد المفتش. لكن تفتكر يا مستر همفري باي طريقه ممكن اكس يخش مصر؟ مستريتا تقدر ترد على السؤال ده. محدش قادر يرد اكسبت اكس. Believe me gentlemen, اكس ده شيطان. مش غريبة لو دخل مصر من سلك التليفون. متشكر قوي، مع السلامة. اكس وصل؟ ايوه. يبقى دلوقتي في الاوتيل. احب افهمك يا مستر همفري ان البوليس المصري عامل حسابه من ساعة وصول المهرجة، ومكان الجوهرة تحت مراقبتنا. اكس ده شيطان. عايزة حاجة يا مربن؟ اه كنت عايزة اجازة بكرة. ليه يا مربن؟ اصل خالي جاي من امريكا وعايزة اروح اقابله. يا بنت هلكتيني، بلاش كد بقى. طب وحياة راس دجل انا بتكلم بجد. منى، مربن عايزة اجازة، اتفقوا مع بعض وانا شخصيا ما عنديش مانع ابدا. ها وعايزة اجازة ليه؟ اصل انكل جاي بكرة من امريكا وعايزة اروح اقابله. يا ترى بقى جايب لك ايه معاه؟ جايب لي عربية كاديلاك. ياه، هو غني بالشكل ده؟ ده عنده شركة سينما زي شركة مترو بالظبط، وعايزني اسافر معاه عشان امثل مع عمر الشريف. يا بخت. اوعدنا يا رب. ازاي يا حضرة المدير العام؟ خبر زي ده يفوت من تحت شنبك. الواقع يا فندم، الواقع انكم نايمين. المازة زي بتاع المهرجة دي تمنها 5 مليون استرليني، يتأمن عليها بكام؟ اسف يا فندم، انا هشوف الحكاية. روح شوف شغلك. هو كل حاجة لازم اعملها بنفسي؟ ازاي يا استاذ خبر زي اللي يفوت من تحت شنبك؟ ايه الحقيقه يا فندم؟ الحقيقه انكم نايمين، وانت بصفتك مدير الانتاج في الشركه مسؤوليتك انك تنتزع بوليس تامين من المهرجه على الالماظه دي. حاضر، انا هعمل لازم بنفسي. اتفضل شوف شغلك. حاضر يا فندم. انا كل حاجه اعملها بنفسي؟ انا هعمل لازم. اتفضل. انا هعمل لازم فضل. بنفسي. اتفضل. ازاي يا افندي خبر المهرجه ده يفوت من تحت شنبك؟ الواقع يا فندم. اخرس. الواقع، الواقع انكم نايمين. هو كل حاجه لازم اعملها بنفسي؟ من يوم عينتك في الشركة وكل بوليسة تعملها تودي في داهية، تأمن على شاب زي الوردة ينقصف عمره تاني يوم وتغرم الشركة.
ما هو يا فندم؟ اخرس! عمارة! عمارة 10 أدوار أسمنت مسلح جديدة لانج، تقع بعد جمعة وتغرم الشركة، روح، روح الله يخرب بيتك. أصل يا فندم أنت مش عارف إن ألماظة المهرجة دي تساوي ملايين الجنيهات؟ طب لما أنت عارف كده، ما حاولتش تاخد الصفقة للشركة ليه؟ أنا عايزك تشتغل، عايزك تثبت وجودك. ما هو يا فندم كلمة واحدة، بوليس التأمين على ألماظة المهرجة كوم وربدك وجوازك من بنت كوم. أنا ما جوزت بنت الواحد صايع. عارف كل اللي سيادتك قلت عليه. امبارح أنا اشتريت قاموس هندي، استحميت في حمام هندي، أكلت مانجا هندي، ومن كتر الواحد ما اندمج في الهندي خايف أقوم من النوم ألاقي نفسي هندي. صحيح. أي والله كده. طب ما قلتش كده ليه من الصبح؟ أنت أكفأ موظف عندنا في الشركة. متشكر يا فندم، شكرا. مستني إيه؟ روح يا فندم اشتغل. حاضر يا فندم، حاضر. استنى. أي. طبعا مش هتقدر تقابل المهرجة بدون واسطة لأنك هايف. إيه؟ ده من ذوقك يا فندم. أنا موصي عليك لما تروح هناك اسأل عن مدام سوسة. سوسة؟ اسمها سوسة؟ أيوه. دي المشرفة على كل الموظفين هناك. هي اللي هتوضب لك مقابلة المهرجة. هو سيادتك تعرفها؟ لا أعرفها. عز المعرفة. السلام عليكم. شو يا ولد؟ فخامة المهرجة يشكر البوليس على هذه الاحتياطات ووافق على حفظ جواراته الغالية في بنك أمانات الهوتيل. شكرا فور يور كوبريشن. الانتربول في خدمتك للمحافظة على جوهرتك الثمينة. من فضلك اتفضل استلم الأمانة بصفتك مدير الأوتيل. بعد إذن فخامتكم. إيه تاني؟ فخامة المهرجة لازم يؤدي الصلاة للجوهرة. مدام سوسة فين من فضلك؟ هناك. هناك؟ شكرا. من فضلك مدام سوسة فين؟ هناك. يا ربي انا شفت عمدان المرمر دي فين قبل كده. هاتي بوس. خبر ايه اللي جابك هنا؟ انت مش عارف ان ده ممنوع. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كنت بدور على واحدة اسمها مدام سوسة، وكل ما اسأل حد يقول لي عندك هناك، عندك هناك، عندك هناك. هي عندك وعندك هناك دي تبقى فين؟ ها وعايز بقى مدام سوسه في ايه؟ لا 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 ما تبصليش البصات دي، يعني عاوزها ليه؟ شغل طبعا. وشغل ايه بقى اللي بينك وبينها؟ شغل ابوكي عايزني اعمل بوليس التامين على ألماظة المهرجة. قول كده. انت بتغيري عليا يا بيضه يا مجنونه. مفتاح عايز الكلام ده مش هنا. طب قطه واحده بس، قطه والنبي. مفتاح عقل. عقل؟ هو حد يشوفك ويبقى عنده عقل يا بيضه يا مجنونه يا ام الشعر اصفر؟ نافع يا مصيبتي. اوديك فين؟ مش عارف. تخش في الخزنه؟ خزنه ايه؟ الدنيا حاره جدا. طب انزل فين؟ ايه؟ نرمة؟ ايوه يا مدام. مين اللي علينا باتشيه؟ انا يا مدام. طيب خلي بالك كويس، البوليس والمدير جايين في السكه عشان يشيلوا ألماظة المهرجة هنا، مش عندي حد يخش بالمره. حاضر يا مدام. ما حدش هيخش هنا ابدا. الله. مالك يا ميرفت بتعلي وتوطي كده ليه؟ اصل عندي ظبط. يا سلام، وهي الظبطه تخليكي تتنططي بالشكل ده؟ اشربي لي كوبايه ميه. حاضر. اسمعي فتحي عينك كويس. عطشي. ايش وار ركشاك ايه؟
ليسن بويز، احنا مش لازم نضيع وقت، لازم ناخد الالماظه ونرجع في ظرف 24 ساعه، وانا نازل دلوقتي عشان اراقب الجو. ويت فور مي مارشيلو. يا جنازة مين دي يا بص؟ جنازة 5 مليون استرليني. كمان الخطة جي هتتغير بالخطة سي. العملية مش هتتم من جناح المهراجة لأنهم حطوا الألماظة ببنك الأوتيل. لكن العملية من بنك الأوتيل مخاطرة. أنا عايز أعرف أنت الزعيم ولا أنا؟ يو ذن شارك. ميرفت اكتبي حافظة خزيرة باسم فخامة المهراجة. فيري جود. أنا دلوقتي ريلاكس مرتاح. وإحنا تهمنا راحتك يا مستر هامفري. أما لوكاندا غريبة جدا. في إيه يا فندم؟ أي خدمة؟ الواحد ضايز في اللوكاندا بتاعتكوا دي. ليه يا فندم؟ كل ما أسأل عن حاجة ما أخدش جواب يريحني أبدا. ليه بس؟ ثم أنا مش متعتع من هنا إلا ما أشوف الولية دي راحت فين. ولية؟ ولية مين؟ إحنا عندنا هنا ولاية؟ الولية اللي اسمها مدام سوسة. مالها يا فندم؟ مش تترزع في مكتبها عشان الواحد يعرف يلاقيها؟ يا هانم الولية دي مدوخان السبع دخات. أسأل عليها هنا يقولوا لي هناك، أروح هناك يقولوا لي هناك. لما تعبت قلب الله يتعب قلبها. ثم بذمتك يا هانم بذمتك، يصح اوتيل عظيم فخم زي ده يشغل واحده اسمها سوسه؟ سوسه ده لازم والدتها اسمها مدام دبانه. مدام سوسه في حاجه؟ المدير عايز حضرتك. انا جايه حالا. سوسه انا يا نهار مش فايت. هو حضرتك مدام سوسه؟ انا اسف يا فندم، انا اتبليت والله العظيم، انا مبلول. أرجوك تصفحي عني، اللي ما يعرفك يجهلك، أرجوك تسامحيني. خلاص. أرجوك تقولي لي سامحتك عشان أعرف إنك سامحتيني. سامحتك. والنبي تقوليها لي بنفس. آه، بقول لك خلاص. حاضر يا فندم. أي خدمة؟ حسن بيبي سلم عليكي أوي 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 أوي، وبيرجوك إنك تتوسطي لي عند المهراجة عشان أقابله. حسن بيه؟ آه. حسن بيه مين؟ حسن بيه الجو. جو؟ مش فاهمة. الجو بتاعك. قال لي راح وقس. اما عليها ايد زي المرزب. الله يكون في عونك يا حسن بيه. هاي يا استاذ مفتاح. هاي. دخاني. لا ما هو باين شبهك بالظبط. الست دي صحتها كويسة بس عيبها خلانها كتير. اسفه يا تاح، اصل زميلتي اتاخر. اعمل ايه؟ ما اقدرش اسيب الورديه قبل ما اسلم منى. ولا يهمك، الكادلك هتوصلك في ثواني. اركبي. يلا يا سيدي. يلا يا عزيزه. وما قابلتش المهرجه ليه يا افندي؟ أنا مش قلت لك تروح لمدام سوسة وهي تعمل لك الترتيب اللازم؟ رحت لها يا فندم وعملت لي الترتيب اللازم. طبعاً رحبت بيك لما عرفت إنك جاي من طرف. جداً يا فندم، حتى ترحيبها معلم في وشي. أصر الكلام، فشلت في مهمتك ومعنى كده إن حرفدك وحبس خطوبتك لبنتي. أرجوك يا سعادة البيه اديني فرصة تانية. هو أنت ما بتشبعش فرص؟ يستحيل، يا تجيب بوليس التأمين على جوهرة المهراجة يا تعتبر خطوبتك لبنت اللغية. خلاص يا فندم، اعتبر البوليسة في جيبك من دلوقت. أنا رايح أقابل المهراجة، يا أجيب لك البوليسة يا يجي لك خبري. سلام عليكم. Now look boys, this is a skeleton of... Oh I'm sorry. دي خريطة للأوتيل، وده بنك الأمانات اللي موجودة فيه الألماظة. Now افهموني، لازم تذاكروا العربي كويس. افتحوا كتب. يس. ان عربي. ايوه. فيري جود.
وزي ما فهمتكم هنذاكر كلنا سوا. 1 2 هوب زين فتحه زا جود ري فتحه را فيري جود عين فتحه ع برافو تبقى ايه خرجة خرجة مارشيلو يا عبطو ريسايت لكم في الخط سيارة حديث الجار والجارة Very good, sit down You في مقدمة بوق وفي المؤخرة زمارة Bad, bad Next time you recite well Sit down You التشت قال لي يا حلوة يلي قومي استحمي تشت is your father مارشيلو يا عبطو نو حبيته وفيته يا ريته كان حلم مناه وسيته دريته لقيته كان بس كلام ليه حبيبي ليه حبي هون عليه قلبي قاسي ده كله هو القلب كلمة أحبك كل شوية رايحة ما بيني وبينه جاية والليل نهار بخت واسما كتبوا عليا أول جنة تشوف عينيا هلاقيها النهار ليلي يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل اتكلمني وتفتح قلبك يا تقولي ازاي انساك حتى لو اقدر مش حنساك ده انا حبيبي بهواك انا حبيبي بهواك حبيت ونويت لا اشوف ولا رد سلام بصيت ولقيت من طيف ومش قادر انا يا رموش العين رحت منكم فين قلبي قاسي ده كله هو القلبين يا بنات حول هوا جننا في ضربة بينك وبيننا تعبنا ليه ان قربنا بتبعدوا عنا وان بعدنا تقربوا منا طب نعمل ايه دوبنا ما دوبنا ومهما غضبنا بنظرة ترجعنا اوام حتى لو اقدر مش حنساك ده انا حبيبي بهواك انا يا حبيبي بهواك انا بهواك في يا فندم انواعه ايه بلاك ليبل وايت ليبل ديمبل هيج وايت هورس عظيم طب اديني واحد كازوزه فيا فينيتو نعم فيا فينيتو هلا جيت من امريكا امريكا لا والله انا هلا جيت من تفهنا العزب شفتك هنيك بجنازة المرحوم مافيوزو مافيوزو كان رجال عظيم قتلهم كلهم برصاصتين يا سلام الله يرحمه ويبشمش الطوبة اللي تحت راسه كان طموح كان بده يكون اكس التاني لكن وين هو وين اكس اكس المثل الاعلى للشبيبة الاجرامية بالعالم كله ونعم هذه الرجالة ولا بلاش وسيادتك عايز ايه من اكس بدي اشوف بدي اقول له شيء اخبارية دخيلك اقول له سنجام عارف وين العسكري الازرق
الراجل ده بيقول حاجات غريبة جدا. I'm sure. انا متأكدة اللي بيغني ده ساكن مان بتاع اكس. ريتا دايما صح. كل المعلومات اللي جابتها بتقول حاجة من الاثنين، يا اما المغني ده هو الرجل التاني تلميذ اكس، يا اما هو اكس نفسه متخفي. يا سلام. اقبض عليه. على طول دلوقتي قبل ما يهرب. That's him. هو ده. تعال يا وحيد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اسمحوا لي اقدم لكم النقيب وحيد، المساعد بتاعي، دراعي اليمين واكفأ ضابط عندنا، بارع جدا في التنكر. تلميذي انا يا مستر هامفري. هلو كابتن وحيد. هلو يا فندم. اظن انت عارف مس ريتا مستر هامفري. اه طبعا. هلو مستر هامفري. ايه الاخبار يا وحيد؟ البنت اللي في الاوتيل يا فندم اكيد لها صله بالموضوع. اه كانت بتشتغل في قسم الحسابات وطلبت بنفسها النقل البنك الاوتيل اسبوع قبل وصول المهرجه. طيب ركز لي عليها اكتر. راقبها كويس، ما تفرقهاش لا ليل ولا نهار. لا ليل ولا نهار. واظن دي شغلانه تعجبك قوي يا وحيد. والله دي اوامر يا فندم، الشغل شغل. اذا كان عليا انا مش حاسبها ابدا، لا نهار ولا ليل. مساء الخير يا حلو. مساء الخير. نمرة 4 من فضلك. حاضر. وإذا سمحت تحطي لي الظرف ده جوه. متشكر. قولي لي يا حلو. أنت تعرفي مستر إكس؟ مستر إكس؟ اعرفه. تعرفيه كويس؟ امال ده صاحب دادي من امريكا. لا. وجاي ضيف عندنا. ضيف عندكم؟ ده نازل هنا في الاوتيل. ايوه هو واخد جناح هنا. بس بما انه ضيفنا انا ودادي ما بنسيبوش ابدا. انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده عز المعرفه. ده صديقي الروح بالروح. ده احنا حتى كنا سوا مع بعض في الاعدادية. باي. والله البنت دي يجي منها، بس يا خسارة متعددة الخيلان. هاي ميرفت. الحمد لله على السلامة. اعمل ايه؟ المواصلات صعبة. مواصلات برضو. اكس يدبر خطة لسرقة البنك على علاقة بعاملة بالبنك تدعى ميرفن. طموحها ملوش حدود. اعتقد انها لن تتهاون في عمل اي شيء في سبيل الوصول لهدفها. وايه هو هدفها؟ بتهيألي يا فندم نفس هدف اكس. الجوهرة طبعا. يا فندم الستات نوعين، نوع بيضعف قدام بريق الذهب ونوع يلين قدام اي كلمة حلوة. وميرفت من اي نوع؟ بالخبرة يا فندم كلهم واحد، اي كلمة حلوة من اي راجل لاي ست في العالم تلين الحجر. طب انت ناوي تعمل ايه؟ أقول لحضرتك بكرة. طيب بكرة في نفس الميعاد وتجيب لي تقرير وافي. حاضر يا فندم، أستأذن أنا. مع السلامة. كابتن وحيد، كابتن وحيد. نعم. هتعمل إيه؟ هلين الحجر. خد بالك، إكس خطر. ما تخافيش. خدني معك كابتن. ألين الحجر أولاً وبعدين أفضل الحديد. بس أنت كده أصبر، خليك تقيل وقول يا رب. واحدة في جمالك ده، باباها راجل غني وله أصدقاء في أمريكا، إيه اللي يخليها تشتغل هنا يا حلو؟ شغلانة بضيع فيها وقتي بدل ما أضيعه في الكلام الفارغ. يا سلام، عظيم. وكمان هنا بشوف ناس وبتقابل مع شخصيات عظيمة وبتعرف بيهم. زي مين مثلا؟ عندك المهراجة، ده زبون عندنا وكل يوم يجي عندي. ياه،
كل يوم كل يوم؟ ليه؟ واخد الخزنة نمرة 11 وحاطت فيها حتة ألماظة تهبل. انت شفتيها؟ أمال نفسك في واحدة زيها؟ واحدة زيها ليه؟ أنا لو عاوزاها هي نفسها تبقى عندي. ياه ازاي؟ دادي ممكن يشتريها لي. لكن دي سعرها غالي قوي. مفيش حاجة بتغلى عليا، كل اللي نفسي فيه بحققه. كده كده ربنا يا ستي يحقق لك اللي في نفسك. بس بس. باي باي. مع السلامة. مور ويسكي. ياسر فينا في فسا ولا مع الجروب السياحي بتاع المهرجة؟ يس اند نو. المهرجة دي بيهبني قوي، على طول تعالي نازل عندي. كان عاوز يحط الجوهرة بتاعه في مكان تاني. قال يا ودي انت تودي الجوهرة في مكان ولا الجن الازرق يعرفه. You talk too much. Go to hell you and the مهرجة together. And shut up! باين مفيش حد. انا ما بيما ايجنت. كلمني عربي. ايوه كده ابوس ايدك انطقها. انا مندوب شركه التامين اللي كانوا. ايوه 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 بس فخامه المهرجه مش فاضي. اه اتفضل استريح. شكرا شكرا. I got it! Time bomb! قنبلة زمنية. المصر المهرجة محطوطة في بنك الأمانات في الأوتيل. نحط القنبلة في خزنة البنك وفي الوقت المحدد تتفرتك الخزن وتبقى الألماظة في إيدينا. لكن القنبلة هتلفت نظر البوليس يا زعيم ونتقفش. بويز كل شيء لازم يتم في ثواني. اعتمدوا على اكس. جنتلمان تشيرز. تشيرز. ايه ده؟ ده بخور هندي يا فندم. هندي؟ طبعا يا فندم طبعا. بقول يا فندم انا هنتظر كتير. انتظر انتظر. طيب ايه رايكم في اللي سمعتوه؟ اكس ده مجنون. ايه رايك يا جوليانو؟ دي خيانه الاكس، وانا راجل ما احبش اخون زعيمي. لكن ما دام هاخد فيها الربع في 60 ده اكس. لازم نخلص منه يا رجاله. مين اجرى واحد؟ اجدع واحد فيكم يرفع صباعه. تريتورز خونة. لميتكم من حواري شيكاغو يا صيا. حدش يقدر يخون اكس. دي القنبلة الزمنية اللي هتتحط في البنك. ومين اللي هيحطها يا زعيم؟ أنف. جهز القنبلة واظبطها على نص الليل. بيكس. سوري كابتن، افتكرتك واحد من العصابة. معلش ولا يهمك كابتن وحيد. ايه البلان اللي عملته عشان تمسك ويكس؟ مش انا اللي بحط الخطة، انا بنفذ وبس. انا بتاع التنفيذ. انت
متجوز؟ لا. عندك واحدة؟ يا سلام، ألف واحدة تتمناك. الجواز غير اليومين دول وعايز فلوس. انت ممكن تبقى غني بس اطلب. اطلب ايه؟ العروسة ولا الفلوس؟ كل حاجة، فلوس جواهر. تعالي يا حاجة، هو انا مهرجة؟ انت احسن، ممكن يبقى عندك علمازة زيه. وديها لك واشرف انا في ابو زعبل وانت بقى في سجن القناطر. رؤسي يا حبيبتي رؤسي، انت عليك اقتراحات تودي في داهية. نماستي مهرج، كي حال هي زي الحال بال باتشي كيسي هي، وزي الاولاد الصغننين البامبينو. نماستي مهرج، كي حال هي بال باتشي كيسي هي. مهرج هيقابلك بعد ربع ساعة. ربع ساعة؟ يا خبر اسود. نماستي مهرج، كي حال هي بال باتشي كيسي هي. نماستي مهرج. تفضل يا اكسلانس، تفضل. دي المجوهرات بتاعت ماي ماذر، عايزكم تحافظوا عليها. من غير شك يا اكسلانس، نظام البنك عندنا هنا مأمون جدا، وكمان بيني وبينك البوليس عامل مراقبة. مراقبة؟ عشان في إشاعة إن عصابة إكس بتاع أمريكا جاية مخصوص عشان تسرق ألماسة المهرجة. يا تعرفي؟ أنا إكس. أنت إكس؟ مش معقول، مش معقول يا اكسلان، انت لطيف قوي. هو اكسلان غبية جدا، very stupid. نماستي مهرج، يا حال هيك. نماستي مهرج، يا حال مني دولة مني نانا عبادي. نماستي مهرج، جي نماستي، كي يا حال هي؟ ايش فير كي كربا هي؟ بال بچه كيسي هي؟ سب مزي مي هي. مش احسن نتكلم عربي عشان نفهم بعض؟ نتكلم عربي؟ ليه يا فندم؟ ده انا ضليع في اللغة الهندية، ثم انا واكل مانجا هندي، مستحمي في حمام هندي، شارب تمر هندي. توم اتشي ادمي هو فرميه. بقول نتكلم عربي احسن، انا شايف ان سيادتك ضعيف في الهندي. انت ظريف جدا، انا فخور بيك. ثم يا جناب المهرجة، أنا عندي دراية بجميع أنواع يوجا. كارما يوجا، راجا يوجا. ما شاء الله ما شاء الله، إيه طلباتك؟ بما إننا زملاء، قصدي زملاء في اللغة الهندية وفي اليوجا، إلخ إلخ إلخ، لذلك أرى من واجبي أن أنبهك إلى أي خطر. فيه خطر على حياتي؟ أستغفر الله، الخطر على الألماظة. من أي جهة؟ ما تأخذنيش يا فخامة المهرجة، الأمر برضو ما يسلمش. نشالين، حرامية، قطعين طرق وكباري، سوقة. وتقترح إيه؟ أقترح إن فخامتك تأمن عليها. عظيم، نأمن عليها. فين؟
نأمن عليها في أعظم شركة تأمين. شركة إيه؟ الشركة اللي أنا بشتغل فيها طبعاً بمليون جنيه. لا لا لا. إيه كتير؟ طب معلش ادفعوا اللي ادفعوه. 5 مليون جنيه. إيه؟ خمسة مليون. وكل شاشة من دول متوصلة بعدسة. عدسة خفية مختفية في عدة أماكن في الأوتيل. جوه وبره طبعاً. عندنا واحدة في البنك وواحدة في جناح المهرجة. يعني أي حركة في أي مكان في الأوتيل إحنا ممكن نشوفها من هنا. برافو، فيري جود. شايف يا مستر هامفري؟ ما أعتقدش إن إكس ممكن يفلت مننا المرة دي. إكسلنت. ممكن نشوف الجناح بتاع المهرجة. وحيد، حول على جناح المهرجة. نشوف البنك بليز، بليز. أنا عايز الخزنة دي. 12. تحت أمرك يا إكسلانس. أوه نو إكس، الحقني يا وحيد. هو حضرتك لك أخ اسمه مفتاح؟ وات؟ إيه؟ نعم. منى، الوصل من فضلك. تفضل يا إكسلانس. ثانك يو. يخلق من شبه 40. لافلي لافلي فيري لافلي. يا ترى ايه اللي شاله في الخزنه؟ بتهيألي دي حركه يا فندم عشان يخش جوه البنك ويعرف الجوهره فين. مستر اكس بيعمل ابحاث بيتكتك. معقول؟ طيب شوف ايه اللي شاله في الخزنه وقول لي. حاضر يا فندم. اسم الله عليكي، انا عاوزك ترضى عني بقى. عاوز اتاهل، عاوز اخش دنيا. ياي، بتهيألي الكلام ده بقى صغير عليك قوي يا توتو. دنيا ايه اللي عايز لسه تخشها؟ ده انت خلاص قربت تخرج منها. ما تبصيش لشعري الابيض ده من الخضه، انما انا واد مرقع وحدق وبتاع كله. شش، وطي صوتك لحد يسمعنا. اعمل لك ايه بس؟ يوه، مفتاح خطيب بنتك جاي على هنا. طمني، عملت ايه؟ سبع ولا ضبع؟ سبع طبعا. خلصت البوليسه؟ ولعبنا مع بعض 10 يوجا. لعبتوا مع بعض؟ مع مين؟ مع المهرجة. اسمع، انا مش ناقص لي تكسير اعصاب. خلصت البوليسة؟ هو انا بتكلم هندي؟ ايوه خلصتها. على كام؟ على بيا عيني لعينك. اسمع وديني افتح نفوخك، انت اتكلم. انا وصديقي جناب المهرجة اتفقنا على ان البوليسة تكون بخمسة مليون جنيه استرليني. ده انت تلص في بوليسة بخمسين قرش. والله يا هو ده اللي حصل. جناب المهرجة، جناب المهرجة. أستاذ مفتاح. أيوة فندم. أيوة أيوة لو سمحت. أيوة. لا لو سمحت. شكرا أستاذ مفتاح. السلام عليكم. السلام. أنا مش مصدق عينيا. لا صدق، عشان تعرف إن خطيب بنتك رجل لا يستهان به. مفتاح. أنا مش عارف أكافئك إزاي. مفتاح. أي. إديني بوسة. اتفضل. اتفضل يا فخامة المهرجة. نظام الخزن هنا عندنا مأمون جدا يا فندم، مفيش خوف أبدا. إحنا متأكدين من كده. لكن فخامة المهرجة يحب يشوف المازة كل يوم بنفسه. Thank you.
تجنن. أنا آسفة يا مرمر اتأخرت عليك. بالعكس، ده أنت جيتي بدري قوي. إزاي؟ الساعة 6:30 و5. يلا حبيبتي خديك مستني بره على نار. جوليانو. يس. الساعة 12 إلا دقيقة ترمي الديناميت بره الأوتيل، وبكده نقدر نصرف نظر البوليس عن مكان الانفجار، مفهوم؟ أوكي بص. ماركو، أنت هتراقب وتغطي الانسحاب بعد العملية. راد. اظبطوا ساعاتكم. الساعة دلوقتي 9:55 شارب. العملية هتبدأ 11:40 دقيقة بالظبط. Any questions؟ تعالى. كنت فين لحد دلوقتي؟ انتوا شريتوني؟ حد قال لك ان من بقيه خدامين ابوكي؟ بقالي ساعه مستني، كنت فين؟ ايوه خدوهم بالصوت ليغلبوكوا. نعم، مالك بتعيطي ليه؟ اتخانقتي مع حد؟ لا. رفدوكي؟ لا. جالك خبر ابوكي؟ ما عنديش رد. امال مالك؟ الالمظه معايا. وايه يعني لما تقول الالمظه؟ ايه؟ بتقول الالمظه معاكي؟ ايوه أخذتها من الغد. طب وخدتها ازاي؟ مش عارف، لقيت نفسي باخدها. لقيت نفسي باخدها؟ انت يا بنت عبيطة، ما تشتمش. يا خرب بيتك يا مفتاح، ده انا لسه مأمن عليها. انجري قدامي. ما تزقش. انجري بقولك. يا جلبة المصايب، كل ده من تحت راسك. اعمل ايه دلوقتي؟ ارجعها ازاي دي؟ ما انا كنت بتفرج عليها. اتفرج عليها يا بيضة يا مجنونة اللي هتوديني في داهية. أصلها هتجنن، تهبل. والله ما حد هيتهبل غيري. يا رب. أنت تترزع هنا لحد ما أشوف هعرف أرجعها الخزنة تاني ولا لأ. أستاذ مفتاح. وطي صوتك. إيه في إيه؟ خبيني، خبيني، اعملي معروف. ليه؟ عملت إيه؟ بعدين أقول لك. بس ممنوع حد يدخل هنا. أرجوكي تعال. ايه؟ انزل هنا. حاضر. ايه اللي حصل؟ وحياتك يا منى انا مالي يا ذنب؟ ايه بس مش قول. دلوقتي وانا ببوس ميرفت غلطت وقلت لها بحبك يا منى، بحبك يا منى. مش معقول ده اللي حصل. فراحت مزعقه وقايله لي اتفضل يا استاذ روح للست اللي بتحبها. وبعدين حصل ايه؟ سبتها وجيت لك على طول. منى، منى انا مش عايز حد يشوفني هنا. ما تخافش، انا قافله الباب بالمفتاح. وايه اللي خلاك تقول كده؟ مش عارف، ساعات الحاجات المخزونه في العقل الباطن تطلع في اوقات غير مناسبه. وانت صحيح بتحبني يا مفتاح؟ من يوم ما شفتك مش قادر انساكي، بفكر فيكي وانا نايم وانا صاحي وانا قاعد وانا ماشي وانا بجري. يا حبيبي اقعد طول الليل سهران بفكر فيك واقول يا ترى بتفكر فيا زي ما بفكر فيه. كلامك حلو يا ابني. الايه؟ بحبك يا منى، بحبك. مفتاح طول ما انت قاعده هنا يا اسمك ايه حاسس انك ما بتفكريش غير في شغلك وبس. خزنه نمره واحد بتاعت مين وفيها ايه؟ خزنه نمره اتنين بتاعت مين وفيها ايه؟ خزنه تلاته، خزنه اربعه، الخ الخ الخ. انا عايز واحده تفكر فيا انا، انا وبس. قوليلي بحبك، قوليها. بحبك يا مفتاح، بحبك. مش قادر اصدقك، مش قادر. انت مشغوله بالخزن والناس، ناس جايه وناس رايحه، مهرجه رايح ومهرجه جاي. ايه يعني مهرجه؟ هو احسن مني في ايه؟ ده انت سيد الناس. ولما انت عارفه كده وعارفه اني ما اقدرش اعيش من غيرك بتفكري فيه اكتر مني ليه؟ هو يزيد عني في ايه؟ عشان يعني ما هو عنده الماظه؟ ايه يعني حته الماظه بخمسة مليون جنيه لا راحت ولا جد؟ انما انا بحبك يا منى، بحبك. وانا كمان يا مفتاح. خلاص طلقي المهرجه بالثلاثه، ارميله المصته في وشه. هي خزنته نمره كام؟ قوليها قوليها وريحيني. نمره 11. ابوسك يا بنت ابوك، بحبك بحبك. ومفتاحها فين؟ مع المهرجه. اخس ادشدشها اكسرها. مفتاح يعني مفتاح هتعمل ايه؟ اخ مفيش فايدة، ضعنا والحمد لله. ليه؟
ما عرفتش ارجعها. الخزنه مقفوله. ازاي؟ انا سايباها مفتوحه. افتكري كويس يا بنت الناس، سايباها مفتوحه ولا مقفوله؟ طبعا مفتوحه. انت متاكده؟ لا، مقفوله. مقفوله؟ اظن. لسه هتظني؟ ايوه. ايه؟ سايباها بين البنين. يعني ايه بين البنين؟ يعني لا مقفوله ولا مفتوحه. انت يا بنت انت عايزه تجننيني؟ ما انا مش فاكره. انا اقول لك، حضرتك رديتي باب الخزنه، رجع اللسان مطرحه، اتقفل التاني. طب وهنعمل ايه؟ هي فيها عمل ان شاء الله، وبدون مقاطعه ابشرك ان كتب كتابنا هيكون في لومانطره. من فضلك ما تفسرش في وشي. افسر اقشر وحياه ابوك او ده اللي هيحصل. نعمل ايه بس يا شيخه؟ تخيل تاني انت تفضل رايح جاي كده. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ ها؟ اسمعي. ها؟ هو مش لازم المهرجة يكون معاه مفتاح؟ طبعا. بس لقيتها. يلا بينا. ايه؟ احنا مش متفقين على 15؟ لا يا استاذ، اللي لازم ليله مفترجه والافراح على قفا من يشيل. يا تدفع 30 يا باي باي. 30؟ مش ممكن. على اذنك بقى، ما نعطلكش يا جميل. يا اعمل انا ايه دلوقتي؟ يا سواد الوش قدام المهرجة. عايز رقصة؟ ابوس ايدك الحقيني باتنين. موجود، ما تحملش هام. هما فين؟ انا والتاني. مالكش دعوه. يسترك ربنا. انا هتصرف. نعم، بتبصي لي كده ليه؟ منجي فوقي حبيبتي فوقي. اكس متنكر لا في الشحات. عليه قوام يلا ادخلي. بيرقص لي شنبه، بيلعب لي حواجبه، بيرقص لي شنبه، بيلعب لي حواجبه، يلا ابن قوام نرقص جنبه. باي بويز.
كل واحد مكانه، عندنا 5 minutes. 2 اكس؟ مش ممكن. الحقني يا وحيد. ربنا يخليك يا اكس. 2 اكس؟ impossible. مش معقول، مش ممكن. لا ممكن، ممكن قوي ممكن. مرة اكس اتنكر في 5 شخصيات في وقت واحد، 3 عيال وابوهم وامهم، وامهم كانت حامل كمان. يظهر الجو هيحلوي فعلا يا وحيد. فعلا يا فندم، فعلا فعلا. إلى جميع الأفراد في القيادة، إلى جميع الأفراد في القيادة، اتخذوا أماكنكم حسب الخطة الموضوعة. انتهى. والجبده تقيل وبيغريني، تجيبوا انضف من الصيني، والجبده تقيل وبيغريني، استني طمني بيزغ مني، طمني استني بيزغ مني، كان لازق في الجيب وقفشته، يعني لقيته يخرب بيته، بيره اصلي شارب بيلعب لي حواجبه، بيلعب أصلي شنبه، بيلعب لي حواجبه، يلا بنقوامني بعيد عنه خطوة لقدام، يلا بنقوام خدنا المفتاح خطوة لقدام، يلا بنقوام خدنا المفتاح خطوة لقدام، دام يلا بنقوام وام خدنا المفتاح خطوة لقدام. شاب زي الورد في مركز اجتماعي وثقافي مرموق يلبس غازية؟ والنبي رأسك كان يجنن، وشكلك في فستان الرأس يهوي. دي قلة قيمة. أنا الحق عليا اللي سمعت كلامك. ولا ثقانك؟ مالها ثقاني؟ عجبة، عاملين زي رجلين الكنب. من فضلك أنا ثقاني ليها احترامها وتقديرها. يعني أضرب لهم سلام؟ أنت جنس مليتك إيه؟ حراكي لما اشوف حراجع القتيل اللي في جيبي ده ازاي؟ اهدى، هو كلامك كله ضايق وخناق. لكي حق، الواحد مش لازم يزعق ولا يتخانق، الواحد لازم يقتلك من سكات. صحيح بيضة ومجنونة وبشعر اصفر قدامي. نربت. ها؟ وصيتك العيال؟ انهي عيال؟ العيال اللي ملحقناش نخلفهم. الكتاب هيبقى في المنطرة والدخلة في ابو زعبل. يلا يلا نطلع الناحية دي. اصحابي استني، اتزحلقت اتزحلقت.
الدم. بنطلوني هينزلق. إلى الأمام يا رومل. الماظة هي بس بلاش قلنا بالسجن. ميرفت ايديا هي. اهلا يا مستر اكس، اتفضل معاي. روحنا فابو نكلة، بس انا اسمي مفتاح وبيدلعوني يقولوا لي يا تاح، وعمرهم ما قالوا لي يا اكس. على اكس. انت متاكد؟ انا بنفسي شفت البوليس وبيقبض عليه. يهو! في صحه القبض على اكس. في صحه القبض على اكس. في صحه الخيانه، في صحه النداله. اكس ما يتقبضش عليه. فين الالماظه؟ لازمته ايه بس الكشاف ده؟ انتوا هتعملوا لي عملية لوز. شرف اكس. برضه بيقول لي اكس. انا اسمي مفتاح وبيدلعوني يقولوا لي يا تاح. Have a cigarette Mr. X. حتى انت هقول لك ايه؟ هاتي كتر خيرك، ولو انك بتعومي على عمر الراجل الطويل ده. بلاش هو، قول لي انا فين الالمازة؟ يا ناس صدقوني قلت لكم 100 مره نردتها للراجل الضابط اللي كان معاكم، حتى فتشوني. انتوا ايه مش مسلمين؟ مساء الخير. هلا وحيد. اعترف. مش عايز يتكلم. It's not important مستر رامفري. مش مهم، انا عندي كل حاجه عنه هنا. صباح الخير، انت كنت فين؟ اهو ده اللي يعرفني عز المعرفه. حياة أبوك تقول لهم أنا أبقى مين؟ بس الأستاذ وحيد هيتكلم، اتفضل. حضرتك من مواليد اسكندرية مش كده؟ بالظبط. حي الأنفوشي. برافو. شيخة الأزاريطة. يا أخي الراجل ده عارف كل حاجة عني، اتفضل. أنت إنسان عصامي، بنى نفسه بنفسه، من القاع للقمة، لحد ما وصل إلى مركز دولي يحسد عليه. هاجر إلى أمريكا وهو طفل رضيع، وفي سن 12 سنة حصل على دكتوراه في علم الإجرام، حائز على جائزة نوبل في البحث الخاص اللي عمله عن آل كابوني، ديلينجر ومحمود المليجي. اتحبست 65 مرة أشغال شاقة مؤبدة، اتنفذ فيك حكم الإعدام 19 مرة، آخرهم نسف بالقنبلة الذرية في المحيط الهادي. اتقلب المحيط الهادي بقى المحيط الهندي ونفدت أنت. سنة 65 انتخبت بالإجماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمافيا في الكونجرس الأمريكي. سنتست الأكاديمية السويدية للإجرام القومي باسم مؤسسة إكس، خدها القطاع العام الأمريكي وحولها إلى هيئة من مؤسسة. شافوك مرارا في المطارات الدولية متنكرا في عدة شخصيات دولية معروفة، منهم مثلا جاكلين كينيدي، صوفيا لورين، والمدو مفتاح. محدش يحشني، سيبوني افتح نافوخ الراجل ده. سيبك من الامور دي يا مستر اكس، قول لنا الالمازه فين. هقول لك فين ولا تزعلش. قول. مش هزعل. لا هتزعل، والله العظيم هتزعل. ما شوف بقى، لو الالمازه مش معاك تبقى قطعا مع حد من شركائك. يس. مع البنت بتاع البنك. من فضلك قول بيتها فين.
بليز بقى. يا ناس يا ناس صدقوني، وتربة ام الراجل ده بيهجص. انا لا رحت امريكا ولا شفت امريكا، وابعد حته رحتها بلد جوز خالتي تفهنا العزب. ومع ذلك اذا كنتوا عايزين تعرفوا ميرفت ساكنه فين، فهي ساكنه في شارع النباتات نمره 89 بجاردن سيتي. استنوا يا جماعه، يظهر ان احنا غلطانين. بالظبط يا فندم، فعلا حضرتك مش فاكر لما شفنا في جهاز المراقبه 2 اكس في وقت واحد؟ مظبوط، وكمان في الاسانسير. نو دي تريك من اكس. لا مش خدع مستر همفري، يظهر ان المفتاح اللي قدامنا ده صوره طبق الاصل من اكس. مش بعيد يا سعاده البيه، اصل والدي الله يرحمه كان غاوي الحريم الامريكاني. اسمع يا مفتاح. طيب انت بتقول انك اديت الجوهره لواحد من الضباط؟ ايوه غلاوتك عندي. تبقى اديتها لاكس. اكس يعني انا بدل ما ارجع الالماظه مطرحها اديتها لحرامي؟ أيوة. بالظبط. وانا طلعت مغفل في الحركه دي. طيب تعالى معايا وريني بيت ميرفت فين. حاضر، بس وحيات عينيك ما تخضها، اصلها بيضة ومجنونة وشعرها اصفر. طيب تعال. حاضر. فين الالماظة؟ الالماظه مع البنت بتاعت البنك، عنوانها 89 شارع النباتات. اورايت. شارع النباتات 89. انا هروح على المطار ومع الباسبور التاني. وحيد. على فين يا حلوه؟ انا عاوزاكي. كنت بتكلمي مين؟ وحيد. انا وانت نسافر مع بعض برا. كله ريدي، باسبور، فلوس، انا وانت مع بعض. اسمها حلوة، للأسف بقى انا بحب شغلي قوي وبحب بلدي قوي، ويديكي طولة العمر كده وتشوفيني ان شاء الله وانا بجيب اجل عيلتك واخد واخد. اتفضلي. على فين؟ هلبسك الشبكة، اسورة حديد عيار 24 على مقاسك. اتفضلي يا اختي، اتفضلي يا حلت امك. بس يا ستي بس، عشان خاطري يا حبيبتي. يعني اخواتي بس يا حبيبتي. وادي راسي. بطلي تقوي بقى وكلميني، لا حسن اديك على بوزك. بالراحة عليها يا حسن، ما انت شايف حالتها. بالراحة ازاي؟ ده انا هروح في داهية، هيتخرب بيته وبيت اللي خلفوني. ما خلاص انتهت الحكاية، مسكوا مفتاح اللي سرقها من الخزنة. مفتاح مظلوم، ما سرقش الألماظ. أمال مين اللي سرقها؟ أنا اللي سرقتها. أنت؟ وهي فين؟ يا نهار أسود مهبب. والعمل؟ أنا هروح للبوليس وأعترف له بكل حاجة. استني، أنا جاي معاك يا مغلباني في حشتي وقدامي. يس ايام مفتاح، انا مفتاح. فين الألماظة؟ البوليس سابك ازاي؟ فين الألماظة؟ اهي كنا رايحين نوديها للبوليس عشان تخلص من التهم يا مفتاح. انا هوديها للبوليس بنفسي. بس حافظ عليها زي عينيك يا مفتاح، مستقبلي ومستقبل الشركة في ايدك يا ابني. دونت وري. الحمد لله دلوقتي اطمنت على مستقبلي انا وانت يا جميل. اكتشي بقى يا حسن. الله. روح يا ابني سلم الالماظ للبوليس فورا، خلي الحاجات دي بعد الجواز. روح يا افندي. باي باي دارلينج.
اختفي تاني ليه؟ مش خدت الالماظ عشان تسلمها البوليس؟ دي هتجيب لي نصيبه. انا يا بت خدت منك الماظه بالتنت يا بت؟ دلوقتي حالا ساعة ما حضنتني و وايه؟ وبوستني بوسه زي بتوع السيما. انهار اسود إيه ها؟ الله العظيم ده انت نسيت يا مفتاح. بلاش الحركات دي يا مفتاح، انا راجل عصب. مش معقول يا مفتاح، مش معقول، ده انت واخدها مفيش دقيقة عشان تسلمها للبوليس. انا ما خدتش حاجة. يبقى مستر اكس هو اللي خدها. مستر اكس؟ مين مستر اكس؟ شبيه مفتاح المجرم الامريكي الخطير. اداري كان بيتكلم انجليزي. وبتقولي حضنتيه وبوستيه يا ميصة يا قليلة الحياة. انا ابدا، ده هو اللي بس. ايه هو اللي بس؟ ده انا هشرب من دمه، هسففه التراب، هخليه يقول هاتولي اخويا الكبير من شيكاغو. اكس ده اخطر مجرم في العالم. سيب الموضوع ده للبوليس يا مفتاح. اذا كان هو خطير انا اخطر منه ومن اللي خلفوه، يبوس خطيبتي واسكت له. ها سيبني. اعلى يا مفتاح، اكس ده ما بيتكلمش غير بالمسدسات اللي اذا كنت عايز تنتحر. ومال المهم الالماظه؟ تشجع يا عريس بنتي. سيادتك بتقول مسدسات؟ طبعا. طب انا بقول يا جماعه ناجل الموضوع ده شهر ولا شهرين على بال يعني ما اتمرن له. اخص عليك راجل خسع، يعني يتخرب بيتي وانت واقف كده زي اللوح. دي البوليسه بخمسه مليون جنيه، اجيبهم منين يا مفتاح؟ يلا يا مفتاح يلا، يجري ايه لو تضحي في سبيل انقاذ اسره زي دي؟ بكره تشوف اسمك وصورتك في الجرائد تحت عنوان قاهر عصابات امريكا. يا اخوانا ده انا بشوف عصابات امريكا في السينما بستخبى تحت الكرسي. انا اللي هروح اجيب الالماظ. بطلي وحيات اهلك النخي ده، ما تجيبيش لروحك الكافيه. عايز بابا يروح في داهيه وانا اقف اتفرج؟ ده مش لما يكون اكس، ده لما يكون جيمس بوند نفسه. ميرفت اوعى من وشي. استني استني يا بيضه يا مجنونه يا مشعر اصفر، انتوا لسه قاعدين؟ يلا بسرعه مفيش وقت. بعد اللي عملته معانا مالكش امان. ثوابك معانا ما تطمنش، انا عايز نصيبي. هتفضلوا طول عمركم اغبياء، علشان كل واحد ياخد نصيبه لازم اولا تنباع الالماظه، ثانيا كل دقيقه بتمر فيها خطر على حياتنا. يبقى الالماظه شيلها معايا. ما كانت معاك يا وحته بيت اللي طشتها منك. يبقى انا اللي اشيلها. يو انت مش قد خمسه مليون، ادوها لي. يكتي عليك انت لسه يا بابا في سنه اولى. اوعى تتحرك يا مستر اكس، الالماظ اياك تتحرك هتضرب في المليان معمر. هات الالماظ. حاضر. I'll kill you but I'll do it my way. Come baby, come, come. هقتلك بطريقتي الخاصة. Thank you.
ولولا حرص البوليس كان هيروح فيها الراجل الطيب الامير اللي اسمه مفتاح ده. الهي يكفيك شر العيا. والحمد لله يا فندم ان سيادتك اقتنعت بوجهه نظري. ما هو مش ممكن الشكل ده والاخلاق دي تكون على مجرم. الله يستر عرضك. ممكن اكس يبقى مفتاح. بل امبوسيبل مفتاح يبقى اكس. الله يخليك ويخليهم لك ويخلي لك يور بيبيز بيبيز همفري همفري اند همفري. رجول مستر اكس تسمح بقى تدينا الجوهره؟ اي تولد يو بيفور انا ما معيش الجوهره. مستر اكس ما تضطرناش ان احنا نتخذ معاك طرق هترجع تندم عليها. وي بين بيشنت انف وذ يو. احنا صبرنا عليك كتير يا مستر اكس. فتشوا. اي حد هيقرب مني ايل كيل هيم. مستر اكس بليز. الجوهرة في خانة المهرج. أنا مش عارف أشكركم إزاي، ولوني دي حاجة مش غريبة على البوليس المصري والإنتربول. شكرا يا فخامة المهرجة. ثانك يو. أنا أهنئك يا مدموزيل على شجاعتك، كما أهنئ الأستاذ إفل. مفتاح إفل. أنا أهنئ الأستاذ مفتاح على تضحياته، وأنا قررت لكم مكافأة 10,000 جنيه وفيل صغير. لا يا سيادة المهرجة، احنا مش عايزين نتقل عليك، خلي لسيادتك الفيل واحنا ناخد الفيل لوس. انا بقى يا حبيبي لا عايزه فيل ولا عايزه فلوس، انا عايزك انت يا الماس. ما دي مش قدام الناس. يا كيتو انت يا كلكوت يا لعبه. ومعايا مستر اكس. اي وانت ماي لاير. اي كول بيري ميسون، جان كابان، كلينت ايستوود، شارلز برونسون، بالموندو. اي كول اول ذا كيلرز. وهكذا أيها السادة، بالقبض على إكس انتهى عهد الجريمة وعاد الهدوء إلى العالم. اهلا، انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اكس. اكس اكس. مامي مامي تعال يا حبيبي تعال. اكس ملوش نهاية. اكس has no end.